بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم مرة أخرى بهذه الانطلاقة وشوطنا الرابع الذي ينطلق في تحدياته والذي ينطلق في أماله وأحامل طموح المضمرين بأشواطنا المفتوحة وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في ميدان التحدي وميدان الشيحانية. ناخذ المركز الأول، وهنا من ينطلق عجلان. عجلان في مقدمة الشوط، تعود ملكية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني المضمر السيد حمد بن محمد الدهن في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني. ومن وصل في هذه اللحظات، وصلنا لبصير في المركز الثاني وينتقل بدوره إلى المركز الأول، حامل شعار هجن الشيحانية مع المضمر حمد بن علي بن حلفان. مشاهدينا الأعزاء، مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري في عملية التضمير. ناخذ المركز الثاني، ومن وصلنا الوعب. الوعب تعود ملكيته لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فران المري، من يقود الوعب والبصير في أول انطلاقة هذا الشوط. ناخذ المركز الثالث، ومن وصل في هذه اللحظات ومن تقدم بهذا التقدم، وهذا هو من انطلق في هذه اللحظات، سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوب المضمر السيد عبد الله بن نايفة الهاجري في المركز الثالث. وفي المركز الرابع السعدي، وصل السعدي بشعار هجن الشيحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، هو من يقدم السعدي. في المركز الخامس، نرحب بقدوم المركز الخامس، ومن وصل الليث، تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني المضمر عبد الهادي حمد بن عبد الهادي من هلير الغفراري. انتصفنا المسافة وثلاثة كيلو مترات. يا سلام، هذا هو سن الحقائق، هذا هو سن السرعة. ولا زال المصير من يسيطر على الموقف، من يسيطر بمنافسة قوية مع السعدي، ومنافسة أيضا مع وجود الجير. في المركز الثالث أيضا لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني المضمر السيد حمد بن لزيوح المري. يا سلام، نعود إلى المصير، نعود إلى المصير اللي يسيطر، اللي يسيطر ويبدع في انطلاقته، ويبدع في انطلاقة أول الأسماء. هنا بشعار هجن الشيحانية، بشعار العنابي الأصيل الجميل. يا سلام، الذهبي سالم الضران المري، من يقدم المصير في المركز الثاني. منافسة أيضا من نفس الشعار، ولكن مع المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم السعدي في المركز الثاني. شوف الوصول وشوف القادم الأقوى وقدوم الوعب، القادم الوعب لهجر الشيحانية. يا سلام، هذه المنافسة، هذه منافسات سباقات الهجر العربية الأصيلة. ها هو الوعب والسعدي وأيضا تقدم المصير. يا سلام، ولكن الفوز مع هجن الشيحانية. يا سلام، شوفوا الامتاع، شوفوا هذا الصراع والنزاع في ميدان التحدي. انطلق الوعب وهذا العرض الأخير. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. الذهبي سالم بن جابر بن فران المري، من يقدم ومن يضمر ومن ينطلق مع الوعب، ولكنه برفقة شعار هجن الشيحانية، الهجن العملاقة، الهجن القوية، هجن الشيحانية في المركز الأول. وفي المركز الثاني مع السعدي أيضا هنا محمد بن خالد العطية ينافس منافسة قوية ويقاتل من أجل الأقوياء، لكن تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على الفوز والانتصار وبرفقة المضمر سالم بن فران المري. المركز الثاني السعدي بالمركز الثاني أيضا لهجن الشيحانية مع محمد بن خالد العطية. في المركز الثالث المصير التابع لهجن الشيحانية أيضا مع سالم بن فران المري. وفي المركز الرابع مع
مبعد المركز الرابع لهجر الشيحانية مع حمد بن علي بن حلفان المري، وفي المركز الخامس برزان أيضا لهجن الشيحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدين الأعزاء شاهدتم المتعة والإثارة، وهذا هو الوعب، هذا هو الوعب اللي انطلق في الميتين متر الأخيرة بعد ما حرك الجهاز وانطلق، والعرض الأخير التوقيت الممتاز 4:37 و14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للمضمر سالم بن فرار المري، مركز الثاني اللي وصل فيه السعدي بالمركز الثاني، ايضا تابع لهجر الشيحانيه مع المشاغب محمد بن خالد العطيه. توقيتها الزمني 4:37 و88 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل به المصير ايضا تابع لهجر الشيحانيه، ولكن مع الذهبي سالم بن فران المري. التوقيت الزمني 4:42:50 جزء من الثانيه.